اليتيم، يتيم الأدب، يتيم الضمير، يتيم الأخلاق، بس يتيم المال حتى، ترى نوع جديد من أنواع اليتم. اليتيم كيف إني أتعامل مع اليتيم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، قد ما تحسن لليتيم قد ما رحمك الله وقد ما ستر عليك وقد ما رفع درجاتك يوم القيامة. من هو اليتيم؟ اليتيم أنا أشوف، خلنا نتفلسف شوي، اللي ما هو مستشعر وجود أبوه وأمه سواء أحياء أو أموات، أيا يكن يعني صد موتى ولا موجودين، لكن بعضهم ما هو مستشعر الشيء هذا، تلقاه ما يجلس عندهم ولا يستمع منهم ولا يبي منهم شيء، اليوم منهم مات وباتر حسبه. إذا شفت كسرة خاطر يتيم، أنا ترى من النوع اللي الحاجات العاطفية على طول تأثر بي، فممكن إني ما أقدر أتكلم ولا أقدر أسوي ولا أقدر أحرك ساكن. ليه؟ لأنه تغلب على العاطفة، فما أقدر أدارك الموضوع يعني.